باسم الداعين الينا حاج جمال محمد فتحي ابو الدعم حاج عبد الحميد همام، وبنتوجه جميعا بقراءه الفاتحه لروح المرحوم حاج هزاع حسن الهندازي، وندعو الله تعالى له بالرحمه. والان مع كلمه المتبرع بارض المسجد الاستاذ محمد فتحي ابو الدهب. ده انت بجلابيه بيضه مش ابو الدهب، ده اللي فرحت قلت انت سعيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تصطف الكلمات وتتهادى العبارات ولا يسعني الا ان اشكر واشكر الحضور الكريم، واتوجه بخلص الشوق الى فضيله الاستاذ الدكتور عطيه طه السلمه، وهذا هو الاسم الصحيح لحضرته، وطه السلمه، وفضيله الدكتور عبد الناصر الحرج، والحضور الكريم شيخ احمد اسماعيل الميسي. وطبعا بتوجه بالشكر في بدايه ما بدينا نبني المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى، وحضرتك طبعا انا اسف لحظك دقيقه الله يخليك. وارحب السيد مدير اداره كهرباء الشروق مهندس نبيل عباس واستاذ عصام امين. طبعا في بدايه ما جينا نبني المسجد واجهتنا، والاستاذ مجد عبد الهادي طبعا مدير عام شؤون تجاريه، والاستاذ عبد الهادي يا عم خلاص يا عم. طيب يا عم الله يديم. طبعا لما بتيجي تبني اي حاجه بتواجهنا عقبات طبعا، فالحمد لله بشكر الله يرحمه ابراهيم ابن عمي محمد، ابراهيم محمد محمود، وبوجه شكري او خالص شكري لاولاد خالي محمود عبد الله سالم، لان كان المتبرع عايز يسيبنا ويمشي، وسبحان الله هم بدروا واشتروا ثلث الارض، فربنا يجعله في ميزان حسناتهم وميزان حسنات كل من سام في المسجد رب العالمين. اخويا هاني مشكورا تبرع بجزء من الارض كتر خيره، وفي بشكر الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لكل الحضور، وانا اسف مش قادر اركز معاكم. شكرا جزيلا. بشكر ابو حمد طبعا من حمد الست عبد العزيز وكل الاخوه اللي ساهموا. طبعا معلش يا جماعه انا اسف، الحاج جمال بدوي، وبخص بالذكر الله يرحمه محمد خميس كان السبب اللي جاب المتبرع انه يبني هنا. الله يرحمه هو خد ثواب المسجد، هو في دين الحق ونحن في دين الباطل رحمه الله عليه. شكرا جزيلا. شكرا استاذ محمد استاذ جمال فتحي ابو الدهب. وفي النهايه كل من تبرع وكل من ساهم فله ما قاله نبينا الكريم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص خطاه بنى الله له قصرا في الجنة. من ساحة هذا البيت العامر نعود إلى ختام هذه الأمسية الدينية، وذلك بتلاوة قرآنية عطرة مباركة إلى علم إذاعات مصر والعالم الإسلامي، وإلى أستاذ المقامات الصوتية عالميا، وإلى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الناصر حرق العائد إلينا من رحلته القرآنية العالمية بالعالم الإسلامي، وهو بإذن الله تعالى كما ذكرت أننا سوف نستمع لفضيلته الآن، ثم نستمع إليه فجر الرابع من رمضان بالإذاعة المصرية، وفجر الخامس من رمضان بالتلفزيون المصري. أسأل الله تعالى له التوفيق ولحضراتكم جميعا، وهيا بنا إلى ساحة القرآن الكريم. أحسنت حاج مصطفى، أسأل الله وشكرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل واحد بطلب، كل واحد عايز طلب يا أستاذ. وأنا اللي بقرأ. صور العدد اللي جاي ومش بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا سادة. والعاقبة للمتقين. فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين. تلك الدار ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صلي على النبي. الله أكبر. الله أكبر. صلي على سيدنا النبي. ما فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الله
ايمن حبيبك ده. اسمع يا حاج وائل يا حرم. اسمع صلى على النبي. ان الذي فرض عليك القران لردك الى مبادئ. ولا تدع مع الله إلها
يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر له الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكريم.